كارتباطها من محافظة صلاح الدين. وأوضح المواطنون في تصريحات لمراسل فضائية كركوك أن إعادة قضاء خرمات إلى محافظة كركوك يمثل خطوة لإنهاء سياسات النظام البعثي المبات الذي أجرى تغييرات إدارية في الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة كركوك من خلال قيامه باستقطاع أقضية ونواحي من كركوك وإلحاقها بمحافظات أخرى، وذلك تنفيذا لسياساته المقيتة الرامية إلى إجراء تغييرات ديمغرافية في محافظة كركوك وإفراغها من أبنائها الأصليين. قرار إدارة ومجلس قضاء خرمات بالعودة إلى أحضان محافظتها الأم كركوك لاقى ترحيبا ودعما كبيرين من مختلف شرائح المجتمع الكركوكي. مواطنو كركوك على اختلاف قومياتهم أثنوا على قرار إدارة خرمات، واصفين إياه بالقرار الذي يرفع الغبن والحيف عن القضاء ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. والله نطالب برجوع قضاء دوس خرماتو على كركوك، لأن دوس خرماتو هي أصلا تابعة شان كركوك. عندي هواي أصدقاني مسكن الدوس هم أصلا أهل كركوك، والدوس هي مهملة مقابل محافظة صلاح الدين، مهملة، وإدارة كركوك تقدم خدمة، بس إذا صارت دوس تابعة لمحافظة كركوك رسميا تصير هواي أمور لهم، لأن أهل دوس هم أهل كركوك. هسه تروح تقرا جناس عراقيه مالتهم القديمه كلها مكتوبه ابهاتهم كركوك، اذا هذا دليل هم تابعين كركوك. احنا نطالب بان الدوس ترجع لاحضان الام وهي كركوك، فاذا رجعت هذا الشيء من يعني من احد مصالح اللي دم كركوك، فخير الكلام ما قل ودل. اذا ترجع يعني الافضليه ان شاء الله، الا هي كانت عايده للام وخرجت، فاذا رجعناها تكون احسن اذا رجعت وان شاء الله ترجع. نطالب بالحكومه يعني المركزيه والحكومه داخل المحافظ كركوك يرجع دوز الى محافظة كركوك يعني كأمان لهم، ويعني تعرف احنا شعب واحد ان شاء الله، ماكو فرق لا بين كردي ولا بين عربي. قانونيون اعتبروا قرار إدارة ومجلس قضاء خرمات بالقرار المعبر عن إرادة جميع مكونات القضاء، داعين مجلس النواب العراقي إلى تلبية رغبات أهالي خرمات وتسهيل عودته إلى وضعه الطبيعي قبل استقطاعه من قبل النظام البعثي البائد لأهداف تعلقت بالتغيير الديمغرافي. أطلب مجلس قضاء الطوز بالعودة إلى من الناحية الإدارية بالعودة إلى محافظة كركوك من الناحية التاريخية هو مطلب مشروع، حيث أن القضاء كان في الأصل أيضا إلى محافظة كركوك وتم استقطاعه لأسباب ديمغرافية لغرض تغيير الواقع الديمغرافي في محافظة كركوك، وأن هنالك سياق قانوني لغرض عودة القضاء إلى كركوك، وتم إدراج نص دستوري وفي المادة 140 لغرض عودة القضاء إلى محافظة كركوك، ويجب على البرلمان أن يقوم باتخاذ هذه الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لغرض تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وأن ملف قضاء الطوز هي واحدة من هذه الأقضية التي يجب التطبيع فيها، وأن بتصوري من الناحية السياسية أن إجماع جميع مكونات مجلس القضاء حول قرار بإصدارهم قرار بالانضمام إلى كركوك ومطالبتهم الحكومة المركزية بذلك هي خير دليل على أن أهالي الطوز يودون الانضمام إلى كركوك ويودون العودة إلى من الناحية الإدارية إلى الأصل الذي كانوا فيه، وأن تهميش وإقصاء قضاء الطوز من قبل مجلس محافظة صلاح الدين ومن محافظة صلاح الدين ومن الحكومة المركزية هي نتيجة الموقف الوطني لأهالي قضاء الطوز. تنفيذ قرار إدارة ومجلس قضاء خرمات إحقاق للحق وإنهاء لسياسات البعث التي لا تزال ماثلة في بعض المفاصل رغم مرور أكثر من عقد على التحرير. هلبرت حسن، فضائية كركوك. أعلنت قوات بيشمركة إقليم كردستان عن استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم سواء كان ماديا أو معنويا لإدارة وأهالي قضاء خانقين في أعقاب الهزات الأرضية التي ضربت المدينة خلال